مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، يعطيكم العافيه. احنا قاعدين طبعا كنا بالحجر الصحي بالبيت، nothing to do، اوكي. بعدين بنتفنن نسوي شغلات. رحنا شرينا شغله اسمها meal ready to eat، يعني هذه MRE meal ready to eat. هذه الاكله بكلوها في الجيش، وعاده اللي برا هاي سباجيتي with beef and sauce. شايفينها هيك بتكون اشي غريب بعلبة، وعاملينها هاي بدي اورجيكم النوتريشن تبعتها، وهي العلبة ورا حاطين شو الكاربز والشغلات. فهلا انا وادم قررنا نجربها. طبعا فيها ايج وميلك وصويا. عندك الرجي؟ ما في الرجي، كويس. فيها توتال فات 18%، ساتوريتد فات واو 25%، كوليسترول 7%، يا حبيبي صوديوم فيها 27%، ملح كلها عشان يحفظوها لانه بدهم ايش تبريزيرفت، صح. كارب فيها 8%، فايبر 8%، شوغر 7 جرام، بروتين 20 جرام، فيتامين 10%، فيتامين اي سوري سي 40%، اوف 40% فيتامين سي، كالسيوم 10%، ايرون 10%. طبعا هاي بيف، خلينا نجربها من هون تنفتح. نجرب. تبدا انت يا ادم ولا انا؟ انت. لا انت. الشكل من جوا غريب. هيا شوفوا اشي هيك مخبص. طبعا ايش اسمها هي؟ سباجيتي مع بيف صوص. طبعا لا مبين سباجيتي ولا مبين بيف. جرب شمها كيف ريحتها. طيب بينز، هذا بين. فعلا فيها بينز، شايفين زي فاصوليا. ما في سباجيتي. كيف شو رايك؟ هاي شكلها هيك من برا، ما في سباجيتي ولا بيف. ضحكوا علينا، كاتبين سباجيتي with beef and sauce. هاي شكلها خلطة رز كورن. هاي كورن، هاي شوفوا كورن، وفي فاصوليا وشغلات، ولا إلها خص في اللي برا. بس الكويس انه فيش فيها لحمة. انا كنت اشوف كيف اللحمة خزنينها، بس طعمها اوكي، صح؟ يعني بتتاكل، مش انه والله فيها رز. شايفين الرز مبين هون، رز. والله طعمها زاكي، صح ولا لا ادم؟ فيها عاملينها هيك حتى مش مالحة كثير، مع انه تثبيت صوديوم 27%، but it's okay. اعتقد انه هي عشان to preserve it، يعني عشان تكون هاي. شايفينها فهاي في ايام الحجر الصحي كويس، صح؟ افتح وقول ان شاء الله ما نوصل لهاي الحالة. جرب. خلاص، حبينا نشارككم بهذا الفيديو، ان شاء الله تستمتعوا فيه. سلام. احكي سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.